كيفاش لعبها فيها مناطق فلاحيه فيها يقول خدمه علاش يا لبوان يا خويا انا ما عندي والو فيها والله واش لحقك حتى الغربه لهنا انا لحقوني الذراري عندي وليدات في البلاد انا جيت نبرع عليهم ايوا يعني تخدم هنا باش تبعث لهم دراهم البلاد فوالا هذه هي عندنا بقى كيفاش حالتك جيت كيفاش جيت حراك جيت انا عايش جيت في فلوكه 17 ساعه وانا فوق الفلوكه 17 ساعه داك في الفلوكه اه واش داك تريسكي بحياتك في تيرا باش تجي حتى الغربه وراح انا تريسكي مش بلادك تموت تما تموت كان ما عندكش تعيش نورمال اللي يقتلوك اللي تاع فوق تاع تحت عايش فيها ولد عم بالي نسيتهم حتى سامي مش عم تحكي لها مش هبلات ما كاين حتى حاجه بوزيتيف ما كاش بوزيتيف خويا شوف خويا العزيز ما نغطوش السمش بالغربه خويا العزيز شوف خويا العزيز اسمح لي كلامك هو الكبير اسمح لو كان عندنا فيس بوزيتيف كيما تقول ما تجيش الناس ابيي ما تجيش الناس حارقه ما تجيش الناس بياب ولادها خمم خويا العزيز معليش صح انتوما حنا المشاكل نعرفوهم وشو من الحلول ما عندناش حل حنا يا خويا العزيز اخويا العزيز في العالم كله في الدنيا هذه كله كاين سراقين بصح كاين سراقين 10% 1% 3% بلادنا تغسرق 300% عباك شنو 300% اسم ياكلوا عليك مربي بركه خي بعثونا حرقنا في الفلايك واحد بلادنا فيها الخير وفيها الصحراء البترول غاز بوتفليقه يدجلك جاجه يلحقك العظم باسكو هذا يسرق هذا تفهم هذا يسرق هذا الشعب بيسرق الشعب سي بون تقول انت اخو واش كيفاش راك تشوف المستقبل تاع الجزائر راك بيسيميس يعني ما كاينش حوايج يتبدلوا الجزائر لالجيري بيان ما خاصها والو العباد وهما اللي مومش ملاح خويا صراحه باسكو دوك يبني لك اري تاع بيس غدوه ما تلقاهاش كمل لك واش كان يحكي لك السيد باك الحقره شوف دير فيه باك ملي تدخل في الجزائر كي تدخل هواري بوم ديال ملي تبدا في هواري بوم ديال وانت محقور تحس بلي ماكش بلا ملي تدخل هواري بوم ديال وانت محقور شوف ملي تجوز من عند البافيس وعند الديوانه وعند لابوليس وانت راك محقور اخو يعطوني الكواغط مليون دورو وانا باش نعيش هنا في الغربه هذه والمشاكل هنا والجوع والعطش والميزيريه باش نعيش هنا باسكو اللي هي مش عبلان قال لك عمه ما تبغاش تخدموا في البلاد عمه ولد سلال ما يروحش ينحي طماطم نو عمه ولد سلال ما يروحش يروح يخدم في بلاصتنا احنا نو خويا انا جيت نخدم الصباح داولي سلعه خويا كي من هاك راه يبعثونا الحبس خويا انا هنا قاعد نخدم على روحي ترونكيل جاو داولي سلعه وانا خاطي خويا قول لي واش ندير كون جيت انت قاعد تخدم يعني اسمح علاش يعني تو بريفير تعيش بالريسك هذا ولا تكون في بلاد عندك لونساج اكسيتيرا وكذا لونساج شوف جو الناس يا اخو بلونساج هذاك هذاك اللي جامي شاف 100 مليون في جيبه عطاو له 300 مليون ولا في لي كاباري يشرب فيهم وفي شرو طونوبيلات يلصقهم في الصوار من الحرام ومن الربا وكذا هذاك لونساج شوف جناش هذاك لونساج نورمالمون هذاك اللي مد لهم 300 مليون يدي واحد 30 واحد يدير له ستاج يدير له اميتي في حياته كاع واحد ما عنده ميتي ما لازم تلقاو الحل واش هو الحل هو تغيير الحكومه تغيير استقاله بوتفليقه وبعد يدير مرحله انتقاليه وبعدين يعاودوا الانتخابات التشريعية يعاودوها كامل ومن بعد لازم الجيش يبعد على الساحة السياسية باش يخلي الشعب يخير من هو الممثل اللي يقدر يمثل الشعب الجزائري لأن كاين عندنا رجال مي ما عندهمش لوكازيون إيزون با لوكازيون باش يسيروا البلاد واش المشكل اسكو المشكل تاع الجزائر هي المشكل تاع بوتفليقة ولا مشكل تغيير بلادنا كرهونا الصغيرة اسمع شوف بوتفليقة الهاري يموت يا اخو بوتفليقة الهاري يموت صرا كيما مات بومدين يقسموا كاع البلاد واش قاعد دراهم في الخزينة سعيد بوتفليقة وخاوتي وجاو كليكا تاعو يدوهم يدو كاع دراهم ويجونا مشارين هنا ديور في الساد وشراو ديور ما يخليني نحكي يا اخو كامل بالاستقلال انت يا اخو امن انا جدي كان مجاهب امن باستقلال سمح لي اللي ماتوا واللي قعدوا دوك زايد في 73 يقول لك انا مجاهب راني غلط خويا العزاز حكومه ديريكت خويا من البوليسي وطلع اسمح لي خويا اللي فوق 50 سنه مش شرطي وطلع بدل اللي فوق 50 سنه فوق 50 سنه ما تحقوش في الحكم هذا ما اخوك ما شفتي رئيس ما تشوفوش في التيلي عليه ما قلمش من بارك الله فيكم ما شفتي رئيس ما يتحركش راني غلط خويا العزاز صح انا مش برك ايماجيني فرنسوا هولوند هنا خرج ليهم قال لهم بارك الله فريق بوتفليقه ما يقولش من برشا يا اخو العصا اللي تمشي عليها العكازه اللي ديك اللي تمشي عليها مين معوجه من الفوق
الشعب كاع فاهم كيف يا لازم تغيير الحكومه كاع ايتيك ولاد فرنسا هذوك اللي عندهم الجنسيه الفرنسيه ويقول لك حنا مجاهدين وجبنا البلاد يا هذوك اللي يتحوزوا اما يعطوا الفرصه لهاد الشباب هادو اللي راهم هنا هما اللي يمدوا الفرصه اسمح لي خويا اسمعني دقيقه يا انا شو كنت نخدم في لوتونتيك عند جينيرال بتشين جيت ابي من الجزائر حتى انا جيت ابي علاش جيت انا جيت نتغرب باسكو في بلادي كنت مغرب كنت محقور 4 سنين وانا خدام عندهم حشيا سوريني بنت وسام يا هذيك قالت لي انت ما ناسيوريكش جيت اعطيك تيكون جيستيس اعطاني غير 10 ملايين ملي راحوا نصارى وحنا في الخساره اخويا اصبوا ملي راحوا نصارى وحنا في الخساره السلام عليكم